مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد غياب مرسال من على السوشيال ميديا لفترة، تساءل الجمهور عن سبب غيابه، فشارك هالستوريهات ليطمن الجمهور عنه وجاب سيرة بيسان اسماعيل بالستوري. يسعد وقتكم، شو الأخبار الشباب والبنات اللي عم تطمن علي؟ ويني انتو؟ والله أحلى عالم وعلى عيني من فوق. بتعرفوا اكيد اني انا عم بدي على منطقه جديده، فعم ظبط البيت وعم ظبط الوضع. عم تبعت لي، عم تقول لي مرسال، شو ردك؟ شو ردك على الحكي اللي عم يصير؟ شو ردك على شو ردك عليها؟ حاول انه هلا ماني فاضي بس افضل. من بعد انتظار طويل وحماس كتير كبير من طرف المتابعين لنعرف حقيقة حب أو خطوبة وسام وبيسان، شارك وسام فيديو قبل قليل على قناة فافا نابولي بعنوان ما قدرت أخبي حبي أكتر، حكيت لها كل شيء. فبداية الفيديو كان عبارة عن مقلب ببيسان، أما في منتصف الفيديو فحط وسام هذا المقطع. بيسان نحن اليوم راجعين نعزمكن على عرسنا. صلوا على محمد. ليزيد حماس المتابعين وتساؤلاتهم عن حقيقة زواج وسام وبيسان، شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. شاركت عزة زعرور برومو أغنيتها الجديدة واللي راح تكون شارة المسلسل اللي شاركت فيه مؤخرا تحت عنوان شبني اللي راح تنزل بكرة. أما غيث مروان فأعلن عن خبر عمله على أغنية جديدة مع أسامة مروى بآخر فيديو نزلوا على قناته على يوتيوب. اكتبوا لنا نسبة حماسكم للأغنية تحت بخانة التعليقات. شارك جواني ستوري على انستغرام وهو يبكي وبحرقة ردا على إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل فرنسي والرئيس الفرنسي، وتضامنا مع حملة الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر. حبايبي أنا مخنوق وبعرف صوت ما رح يوصل، حبيت أحكي لمتابعيني لأني مسلم، لأن هذا الشيء بلمسني، لأن أنا بعرف أنه ما رح يطلع بصوتي شيء ولا رح يوصل صوتي لأي حدا. رؤساء كبير باعت الدول كلها تخربت سوريا والعراق، مو سئل عشان اسمه مسلمين. عشان هيك أنا فهمان اللي عم بصير يا جماعة، بس حبيت أوصل صوتي أنه بيكفي المسخرة. ما أنا عنده يا صوت الرسول ينشروها أو يحكوا بقصص الرسول. بالنهاية نحن مسلمين، نحن بنحس. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.